قبل شلون يلتزمون. يعني ظنوة الكرار، الكرار التزام، لازم تجيب حق الراء. بالطف والد الأكبر غير الكرار، لازم هم تتحول إلى مثلا لا أكثر مثلا أنصار اللي هو الكرار. إنه هنا نشتبي روح وجسم أحيا لعد دين المسلمين. المسلمين أيضا هاي هم التزام ثالث بالكل بيت تلتزم كذا التزامات. أقرأ لك مثلا بيت: ظنوة الكرار بالطف والد الأكبر، روح وجسم أحيا لعد دين المسلمين، بالطف والد الأكبر أحيا دين النبي الهادي حسين برض الغابرية. أبو اليمة نهض نهضة وحجة أثبت عالبرية، نهضته غربال صارت للملا جبل الزجية جبل الوصع عقد الولا. نهضة نهضها بكربلة غربال صارت للملا، وما لفوا أنصار مية صاروا لأنصار اللي هي ظنوة الكرام. بس 70 لا أكثر عينة العالم صفوته، وأنصار 70 اللي هي شني دين المسلمين ثلاثة التزامات. عينة العالم صفوته وأنصار 70 بطف والد الأكبر. الزهر صدرين اللي هاي كتبها الله يرحمه الشيخ عبد الحسين أبو شبر شعرا وقراءة المرحوم صاحب هذا المجلس السيد كاظم القارشي رحمة الله عليه. صدرين مكسورة يا راعي الثار، تدري بها الصار نزل شوي يعني. صدرين مكسورة تدري واحد 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 بالاسماء الدهر صوبها انتين أبطاخ